معهد العالي للموسيقى طبعا مثل المتعارف عليه انه مده الدراسه في 5 سنوات، السنه الاخيره هي سنه التخرج اللي هي تعد مفصل في حياه الفنانين، لانه راح ينتقلوا من مرحله الدراسه الى مرحله الاحتراف، يفوتوا على العالم الفني بطريقه احترافيه اكاديميه، وبقى يفوتوا بالهموم العمليه اللي بتصادف الفنانين خلال طريق عملهم. طبعا فحص التخرج هو فحص بيبنى عليه اعطاء درجة الإجازة في الموسيقى حسب الترتيب، إذا كان ممتاز أو جيد جدا حسب مستوى الطالب.